بالنسبة للجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وغيره هذا حديث معلول رواه الطبراني وغيره. أما سبحانك اللهم وبحمدك فهو صح عن عمر وهذا الطريق عند الدارقطني. وأما لورد في مسلم من طريق عبده عن عمر هذا منقطع، عبده لم يسمع من عمر، ومسلم أيضا ما ذكره في الأصول إنما ذكره تابعا لغيره ولم يقصد تخريجه مسلم رحمه الله تعالى. فعمر أيضا جهر به يكون له حكم المرفوع، لأنه لا يمكن عمر يأتي بدعاة ويشهر بمقام في مكان النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهو غير توقيفي. وأما اللهم باعد بيني من خطاياي هذا متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأما حديث وجهت وجهي لفطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا مشركين فهذا في الصحيح لمسلم حديث علي. وقد ذكر ابن حجر في البلوغ وغيره أنه في قيام الليل، وهذا غلط أيضا، لا أصل له أنه في قيام الليل، لا أصل أنه في قيام الليل، هذا من الأخطاء الفقهية الموجودة في التصانيف الفقهاء. لما ثابت أنه قال أنه في المكتوبة، وهذه الرواية أنه في المكتوبة عند الترمذي في جامعة كل الأدعية تفتح كلها في المكتوبة. لا لا نتكلم على هذا والبقينا مرة عليه. وعند ابن خزيمة أيضا وصححة أن هذا كان في المكتوبة ليس في قيام الليل. وأما حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في مكان يختلفون اهدني لما اختلف من حق منك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. ولكن هذا الحديث وإن كان في مسلم مختلف في صحته، لأنه من طريق عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة. وقد قال غير واحد من الحفاظ عكرمة عن يحيى مضطرب الحديث، عكرمة عن يحيى مضطرب الحديث. وبهذا علّ الحديث الإمام أبو حاتم في رواية ابنه في العلل، بينما مسلم رحمه الله صح الحديث واحتج به في صحيحه. ولعله رحمه الله يرى أن هذا الحديث لم يهم فيه عكرمة. طبيعة الشيخين البخاري ومسلم تتبعان الروايات والأحاديث وروايات بعض الذين يهمون في الحديث وينتقوا من أحاديثهم ما ثبت عندهم أنه صحيح. ولعل هذا ممن تقاه مسلم رحمه الله تعالى وعلم أن عكرمة لم يهم فيه على يحيى فخرجه في صحيحه. وذلك هو في صحيح مسلم، وهذا في قيام الليل، هذا في قيام الليل. وأما حديث اللهم أنت نور السماوات والأرض اللهم أنت الحق وعليك الحق والإقامة إلى آخره، هذا تحدثنا عن أكثر مرة في هذا المقام، قلنا الروايات اختلفت فيه، جاءت رواية أنه في الاستفتاح، وجاءت رواية أنه في قيام من الليل، جاءت رواية أنه في الذهاب إلى المسجد، وجاءت رواية أنه في السجود. قلنا رواية السجود معلولة وعلتها ظاهرة، أما بقية الروايات محتملة، بقية الروايات محتملة. وأقرب شيء في هذا لعله في قيام من الليل مع ذهابه إلى المسجد، هذه الروايات هي أقرب شيء في هذا المقام.